بالنسبه للاسئله الغريبه عن اي سي جي او الاسئله اللي فيها فكر كلها غالبا من دكتور شكري. طبعا دكتور شكري شرح لجروب بي في المحاضرات الاي سي جي شرحه بطريقه سوبر ممتازه مفيش كلام، بس في اسئله محدده عايزكم تعرفوها. السنه اللي فاتت سال الوان الاي سي جي ليدز ايه؟ يعني انتم لما كنتم بتتفرجوا على زميلكم وبنعمل عليه التجربه في السكشن كان يجي الفني يحط ايه؟ مساك على زي الكترو على الرايت ار وليفت ار وليفت فوت والارسنج رايت فوت ويحط زي وصلات على التشاس اليونيبورن. الالوان ايه؟ في احمر وفي اصفر وفي اسود. ده الكلام اللي دكتور شكري عايز يعرفه. سال السنه اللي فاتت سؤال طريقه تحضير العيان الاي سي جي. يعني انت دلوقتي داخل المستشفى وعايز تعمل رسم قلب. انا الدكتور بتاعي احضرك ازاي قبل العمليه؟ اهم او مش اي مشكله عمليه يعني قبل التجربه ضروري ان العيان يكون قلق الحساب. يعني اي حاجه مثلا بتعمل انترفيرنس بالتسليم ده ضروري. بحط الجل على الشاس ده ضروري. ضروري الجل وليها طريقه ثانيه للتحضير يعني ليها ستبس كتيره حاولوا تجيبوها من على النت. هو السؤال يبدو غريب ولكن احنا بنقول السؤال ده اتسال السنه اللي فاتت. السؤال التالت اللي اتسال السنه اللي فاتت وانا اول مره في حياتي اعرف اجابته بصراحه. الار ويف كلنا عارفين انها بتبقى عاليه في ليد 1 وليد 3 ده العادي. ودكتور شكري في المحاضرات اكيد قال لهم ازاي تعرف الاكسس؟ تخيل ان ورقه محطوطه قصاد ده ليد 1 وليد 2 عند جسمي وليد 3 عند ايدي اليمين. يعني اعتبر ليد 3 في الرسمه ناحيه ايدك اليمين وليد 1 ناحيه ايدك الشمال. المفروض ان بوز فنتكلز ار دي بولارايزد في وقت واحد فالار ويف تبقى عاليه في الاثنين بوزيتيف في الاثنين. دكتور شكري قال ارفع ايديك الاثنين لو لقيت الار بوزيتيف معناه ان في نيوتراليزيشن معناه ان بوز ار دي بولارايزد في وقت واحد. طب لو الار هي اللي بوزيتيف ناحيه ايد 1 ارفع ايدك الشمال بس معناها ليفت اكسس ديفيشن. طب لو رفعت ايدي اليمين بس معناها رايت اكسس ديفيشن وهيدخل معاك في الكوزس اوف رايت اند ليفت اكسس ديفيشن من كتاب النظر. السؤال الجديد السنة اللي فاتت ما كانش ده احنا عارفينه. قال البنت ايه؟ لو الار ويف لقيتيها نيجاتيف الليد 1 والليد 3 لقيتيها تحت في الاثنين تفكري في ايه؟ قال لها ده نورمال. قالت له دكتور ما سمعتش عن كده قبل كده. قال لها ده مرض نادر ودكتور شكري قال لها على اسم المرض نو مان لاند. يعني نو مان لاند؟ لا يوجد رجل على وجه الارض غالبا عنده هذا المرض. دكتور شكري عمره ما يجيب لك اي سي جي ابنورمال. لو حصلت ما تبقاش كومن قوي بس من دايما يجيب لك الاي سي جي العادي ويسالك عليه اسئله. فالسؤال ده كان غريب جدا ومشهور السنه اللي فاتت. زمايلكم دلوقتي في ثانيه السؤال ده كان بيتكتب على الفيس كتير قوي. سؤال كمان لدكتور شكري قالوا لكم في السكشن ازاي تحسب الهارت ريت 60 على ديوريشن اوف 1 كارديك سايكل. يجي دكتور شكري يقول لك في كذا طريقه للحساب يا اما 300 على عدد المربعات الكبيره يا اما 1500 على عدد المربعات الصغيره ما بين ار وار. هتقولوا لي ايه يعني ما سمعناها قبل كده ف
في السكشن الجديد. امتى تقول 300 على عدد المربعات الكبيره؟ لو الرزم از irregular، لو الرزم مش منتظم. لكن 1500 على عدد المربعات الصغيره لو الرزم از irregular. دي التكه اللي دكتور شكري بيحبها، عايزه تعرف ان في كذا طريقه للقياس حسب الرزم ابصار. عارفين يعني ايه رزم؟ افكرك بيه في العمل. كنا بنعد عدد السكويرز ما بين ار الاولى والثانيه وما بين الثانيه والثالثه. لو العدد تقريبا متساوي، مره 19 مربع مره 20، تبقى انت ريجولار رزم. لا يمكن الهارت ريت يبقى ايكوال ان ايتش سايكل بالظبط. طب يعني ايه الريجولار؟ مره عد المسافه بين ار وار الاقي 20، ومره الاقي 10، فيختلف تماما الهارت ريت. في استاذ عندنا في الاسم، استاذ مشهور جدا اسمه دكتور نبيل. دكتور نبيل يسالك سؤال، يجيب لك اي سي جي، يقول لك احسب لي الهارت ريت من غير كالكوليتر. تحسبه بعينيك من غير كالكوليتر؟ طلب متعوده دايما. طب يا دكتور عايز ورقه ولا لا؟ تعرفه ازاي؟ المسافه دايما هتلاقوا في خطوط في الاي سي جي، الخطوط اللي بالطول خطوط فتحه ما بين الخط والخط خمس مربعات. فانت عايزك تبقى سريع، عدها بسرعه، 5 5 و5 15 مضروبه في 0.04، ده مده ال 15 مربع، يبقى 0.6، تبقى جاهز. 60 على 0.6 100. حاول في البيت دلوقتي تتدرب. هتقول لي طب يا دكتور اشمعنى 15 سكوير؟ ما ممكن تبقى المسافه 16 17، ما هو 17 دي هتبقى 0.68. لازم تبقى ذكي، قربها، مش لازم تبقى بالظبط، لانه هو مش عايزك تستخدم كالكوليتر. يعني انا لو قلت لك 60 ديفايدد 0.687، طب ما دي محتاجه كالكوليتر، او هنفضل بقى نعمل ديفايد على 2 لغايه بكره. طب ليه؟ هو لازم تكون ذكي معاه. افتكروا كلامي، هيقول لك ما تستخدمش، ما تستخدمش كالكوليتر. دي نقطة مهمة أوي. طيب في سؤال تاني بيتسأل من دكتور نبيل، ما هو الفرق بين الكارديو فيرجن والسي بي آر؟ السي بي آر ده هو الكارديو بالمونري ريسسيتيشن. يعني إيه؟ لو بتشوفوا المسلسلات الأجنبية زي الإي تي والحالات حرجة وكده، تلاقي الدكتور داخل في الرعاية المركزة يعمل إيه؟ يحط إيديه كده ويضغط على الجسم، لو القلب وقف يضغط 3 4 ضغطات عشان القلب يتنفض، العيان يتنفض من مكانه، بيحاول ينشط الهارت. حتى بتوع البطنة دايما كانوا بيعلمونا كده وإحنا طلبة، 4 لـ1 اضغط 3 4 مرات، ده بايدك من غير استخدام جهاز. وده يا جماعه السي بي ار ده معروف جدا في اي مسلسل اجنبي، لو واحد اتنقل في المستشفى يحطه جنبه مونيتور، تلاقي القلب ايه؟ واقف، في عمل زي الخط كده، مفيش اي ريكوردنج لكهربه القلب، تلاقي يدخله بسرعه في انتنسيف كير ويعمل الحركه دي. طب يعني ايه كارديو فيرجن؟ هو جهاز بيمنع شغل الاكتوبيك فوكس 2000 ل 3000 فولت في فيو ملي سكند، عشان يرجعك مره ثانيه للاعتماد على النورمال بيس ميكر. يبقى الكارديو فيرجن هو جهاز ديفايبريليتور، اما السي بي ار استخدام ايديك. طيب دكتور شكر جه السنة اللي فاتت سأل السؤال في المحاضرة، واحد من زمايلكم قالوا لي امبارح عجبني جدا. دكتور شكري بيقول لهم ايه؟
السلك العريان ممكن يموتك. اجابه اه، السلك العريان عادي اللي هو تبع مثلا عمود كهرباء ممكن تموت لو لمست الكهرباء. طيب ازاي تموت بيه وما تموتش بالدي فايبريليتور برغم ان الدي فايبريليتور ده 2000 ل 3000 فولت؟ اجابه دكتور شكر، مش فكره تايم، لا، ان السلك العريان ده هو الترنيتنج كارنت اي سي، بيعمل دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن بسرعه. اما الكارديو فيرجن من كتاب النظري لو تفتكروا كان لوكالايزد، فاكرين كان بيحول الاكتوبيك فوكس للوكالايزد يونيفايد اكشن بوتنشال، هو طيار ثابت ما يموتش. اما السلك العريان ده عمود الكهرباء هو الترنيتنج، هو طيار متغير فممكن يموتك. كل دي اسئله. سؤال ده كمان بتتسالوه في الاي سي جي وبيتسال كل سنه، فالنربل بيريود، تكون مجهز البري ماتشور فنتريكولار كونتراكشن يبان ايه في الاي سي جي؟ ازاي تعالج الاتريال فلاتر والفايبريليشن؟ وعمرنا في الامتحان العملي ما هنقول لك سمع، ان الطلبه دايما عندها شعور غلط. سالت الدكتور اذاكر ايه؟ قال لي الاي سي جي بالاريس، فهدخل الامتحان ويسالني اريس، يسالك في حتت معينه هو عاوزها.